قرر الرئيس الجزائري تخصيص مبلغ 100 مليون دولار دعما للفلسطينيين وتقديم 300 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين. وعقب لقاء الرئيس عبد المجيد تبون الرئيس محمود عباس في الجزائر، ذكر أنه حصل على موافقة من الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قبل موعد انعقاد قمة جامعات الدول العربية. وأشار إلى أن الجزائر تضع القضية الفلسطينية في صلب أولويات انعقاد القمة العربية الربيع المقبل. وللمزيد تنضم إلينا من الجزائر مراسلتنا جهيدة رمضاني. جهيدة، تفاصيل أكثر وأوفى حول هذه الزيارة للرئيس الفلسطيني إلى الجزائر. إذن كما قلت جمال، دعم مالي، دعم سياسي، بغية حشد، دعم دولي والتفاف حول القضية الفلسطينية التي تعتبرها الجزائر أم القضايا. اليوم هو اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي بدأت أمس وتستمر إلى غاية الغد. اليوم كان هناك لقاء موسع للرئيس الفلسطيني مع نظيره الجزائري بمقر الرئاسة الجزائرية، وتم وضع نقاط على عديد الحروف التي ينتظر أن تشكل ملامح القمة العربية المقبلة التي من المنتظر أن تنعقد في مارس المقبل. إذن صك ب100 مليون دولار دعم مالي للقضية الفلسطينية تقدمه الجزائر لدولة فلسطين، بالإضافة إلى مؤتمر يجمع كل الفصائل الفلسطينيين هنا في الجزائر يكون قبل القمة العربية، مع تقديم منحة دراسية لأكثر من 300 طالب فلسطيني يأتون إلى هنا للجزائر بغية الدراسة، مع ضرورة حشد دعم دولي والتفاف عربي حول القضية الفلسطينية التي ستكون أبرز قضية تناقش في الجامعة أو في القمة العربية المقبلة. إذن كان الهدف الرئيسي هو محاولة حلحلة هذه الأزمة السياسية للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى الواجهة من خلال حشد دعم دولي، دعم سياسي، دعم عربي، التي تعتقد السلطات الجزائرية أن الجزائر الوحيدة التي بقيت ثابتة في موقفها إزاء القضية الفلسطينية. إذن تأتي هذه الزيارة جمال أيضا في سياق يمكن أن نقول أنه متوتر إلى حد ما. نحن اليوم في الجزائر نتحدث عن بعد أسبوعين من الانتخابات المقررة في ليبيا، أزمة سياسية تعرفها أيضا أزمة سياسية أيضا تعرفها تونس، بالإضافة إلى زيارة قادت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المملكة المغربية قبل أقل من أسبوع من الآن وتمخض عنها عقد شراكة عسكرية. إذن هذه الزيارة كان لابد لها أن تكون هنا في الجزائر، نعم، بغية ضبط أجندة القمة العربية المقبلة ووضع القضية الفلسطينية شكرا. في الواجهة مجددا وضرورة حشد التفاف عربي ودولي، نعم، حول القضية الفلسطينية. جهيدة رمضان من الجزائر، شكرا لك.